السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً. قايل للشباب خلوكم بالشاليه الثاني، بيت اليوتيوب الثاني، واليوم أبى أفاجئكم بعض الأشياء وبطبخ لكم طبخة تعجبكم، وإن شاء الله أني أضبطها وإن شاء الله أنها تعجبهم، لأن الأيام اللي راحت قاعد أتعلم عليها كيف أنك تسوي دجاجة شواية نفس اللي بالمطاعم، يعني صراحة أنا عن نفسي أحبها. زينة علي ولا كبيرة؟ والله ما عرفتني، كنا حقت البنات شوي بس يعني للطبخ ولا؟ لا تصلح. شو اسمي؟ هذا اسمي. السلام عليكم. أبوه اللي عنده خوي اسمه فارس يحط شموع ويبخر المكان ويعطر المكان كامل، كل هذا بس عشان بطبخ لهم. الشباب ما يستاهلون يا رجال، ما يستاهلون، بس خليهم يقيمون تقييم زين. يلا خلاص، هذه من الكفار جايبينها، حطها هنا ونروح ناديهم. سويت قوانين جديدة. أول شيء يصير عندك نعال الله يكرمكم لداخل البيت، وهذه خارج البيت. في قوانين ترى كثيرة، أبى أجيب سبورة إن شاء الله بعد كم يوم وبكتب كل شيء. يا ولد ولد، جاهزين؟ جاهزين ولا لا؟ جايكم جايكم. نضم عليهم الجرس. ولد، مين يحصل لهم؟ شيف يطبخ لهم. افتح الباب لو سمحت. الشيف فارس ينتظركم. يلا كذا. هذا لبس شيف يعني؟ الشيف فارس ينتظركم. جاوبني اول شيء. هذا لبس شيف يعني كذا؟ هذا لبس يعني بخليك فنان. مصمم لي، تخيل. اي لانك مصمم لي، لاني قصير. لا لا شكرا. محل العاب جايبه؟ ما في غير. انت متى ماكل معنا؟ تاخرت يا ولد. دقيقه واحده، ما جيت وما في طبخ. انت اصلا متى ماكل؟ ليه انت متى ماكل اصلا يا ولد؟ راضيك ايش تبي؟ ودي اذوق من اكلك. هذا الحين حق العاب. صدق حق العاب يا ولد؟ ترى قايل لهم دقيقة واحدة، ما جاء ما في طبخ. أنا جيت خلاص، يكفي. أنت معك نيابة عنهم. فيه ها دقيقة واحدة، بسرعة 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 بسرعة. أشوف بس، خلني أشوف. في قوانين عندك مختلفة عندنا. أدخل. أيوة كذا يعني. أيوة هذه حقتي لو سمحت. هذه حقت مو بحقتي، حقت الشيف. شيف أوكي. شيف يعني واحدة كذا عادي، واحدة للشيف. بالله انت وجه واحد يستاهل. يحطوا له شموع، حاط لك شموع، مبخر لك المكان، ما تستاهل. انا جوي ثاني صراحه، احب الشغل، انا مو بحق شغل. الحين في شغل، الحين اوريك. الحين اوريك. اي هذه تكي تتقهوى. شوف الادوات، كان في هذا انت مختاره. هذا انا مختاره. انت مختار للشغل. مختار للشباب الوان. والله مختار شيء حلو. اي حلو؟ خلي بجيبه الحين ارويهم، خلي يجيبه. صدقني شبه. حلو. تدري اني رحمتهم، جبت لهم هديه. انت جايب لهم هديه؟ والله جبت لهم هديه، رحمت لهم. اسوء من حقتي؟ لا زينه. شوف والله اني رحمتهم. هذا جايبهم صدق والله؟ اي والله جبت لهم، والله رحمتهم والله. ايش دعوه الهداوه جايبه ذوقي مو زين. يا وسيم والله اني رحمتهم. بعد بالله جيب، ابغاك تجيب حقاتهم. كنك ودك. لا هذه رخام بقى، اقسم بالله رخام. حكي احلى والله، حكي احلى ان شاء الله. تفتح الثالثة. لا والوان. اي ايش هذا؟ هذا تطريز عثماني والله ما ادري، لكن يعني شفش كوب زين، مو هو زي اكوابك. الله يهديك. جاهز للطبخ الجميل؟ بجيب اكوابي وجاهز انا. يلا جيبهم. شوف جيبهم، بيضحكون عليك. هم يحكمون. هم مو بنا. قلت لك دقيقة واحدة من تبجي متن ماكل. شوف يعني كنت تفرش نبات. تفرش نبات؟ لا تفضل تفضل تفضل.
مسح شايك اوه مسح 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 زين تعست على ابوك شوف شوف تديدي بالله هذولك والله شوف اسمع اقول لك شيء تدري المقوله اللي قلك تدري اني جبت لكم تدري اني جبت لكم والله رحمتكم طيب صوغ لهم صوغ لهم شوف هذا اصفر يعني للشاي ايه اخضر يعني شاي اخضر شاي ازرق يعني للقهوه البلاك تعال تعال شوف شوف جبت لكم تعال تعال نظفت ايه شوف شوف عدم جيت بما انك جيت الاول الله اختار طال عمرك بسرعه من هذول الثلاث وش تبي تبي الاخضر تدري اني قايل انه مصورنا هو اللي بياخذ الاخضر والله ما والله والله اني والله العظيم اني قايل انك انت اللي تاخذها بالله بيني وبينك بالله قارن جاب ملعقه مع عسل دقيقه شوف 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 الجمال شوف هنا ماش كل صندوق دقيقه جايب هذا ليش جزاتي عشان جايب لك هديه الحين انا لا شوف الحين هذا جزاتي خذ عيالك كذا كذا مصيري يعني بعض الناس بعض الناس ما ودك يجيب هديه اروح انا والله تدعي ربك انه ما يجيب لك هديه ايوه. اروح اتقضى واتذكرك اتذكر وانا قاعد اتقضى وجهه الله هذيك ما تذكرتنا ترى عاد في فارس ولا لا تذكر عاد اقول لك شيء ترى والله واحنا نشتري جهه وقال ابي اجيب هديه للشباب جيب هديه زي والله ما يستاهلون اني قد افكر فيهم والله خلاص بحطها لا تحطها هنا لا تحطها سياره سياره سيارتك سيارة سيارتك ولا اي مكان ابغاك لي شيخ عندي ثلاث انواع كاس لا 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 لا, لا مو بحطب وسيم تحط عطر عطر تحط عشان تدفى ولا لا هذه الشكل طال عمرك والله الجو بارد وش تتوقع من واحد يجيب لك كاس دقيقه وش وش جاهز للطبخه الجميله جاهز ندوب ونشوف كيف الشغل جاهز كيف كاسات زي كذا ما تبغى يدفن شمعة طبيعي طبيعي جدا, طبيعي جداً. جاهز بصورنا جاهز. طباخنا السابق طباخنا السابق اليوم انا مجلس بتفرج بس تفرج وشوف كيف بسوي الشواية اللي تنقطع كذا كذا تنقطع الان نطلع القدر وسيم تدري طبخة اليوم كامل بدون اي تقطيع يعني ما راح اقطع لها بصل ولا راح اقطع طماط ولا شيء كلها بالبهارات وبتعجبك بشكل غير طبيعي ايش فايده تقطع من دون ما تقطع شيء سهل علشان اللي ما يحب يقطع يحط بس على الطول الحين نشوف حب حلو كويس انك تطول القدر مو قصها 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 اذا انت ما تعرف تطبخ وتبي تتعلم ترى والله سهل شفت اذا انت تعرف تشبك هذا اذا انت بس تعرف تشبك فانت تعرف تطبخ ترى والله فعلا بالبدايه تحط زيت طبعا الشباب ما شاء الله عددنا كبير فتكثر شوي بعدين تحط سمن يا سلام ترى الى الحين انا ما شغلت شيء بس خليت الزيت بالبدايه الحين ننقع الرز شوي حسبنا الرز طلعت 5 بيالات تقريبا كل واحد فينا بياله نفس الكميه تحط فيها مويه ودخلها بالقدر ننقع الرز ونغسله شوي وبعدين هوب على القدر بقول بهارات على السريع عشان اللي ما يعرف يعرف ماجي بودرة البصل هيل مسحوق كركم الثوم الزنجبيل ملح ورق الغار ليمون اسود مسمار بهارات السبعه انا لفتره قاعد اتعلم وقاعد اتعلم على شخصين فالشخصين قاعد اخذ ملعقه تقريبا من كل شيء لكن علشان الحين عدد كبير فنحط ملعقه واحده ونروح عند الملعقه الثانيه الجميل اني قاعد اعلمكم قاعد اعلم المصور وفي واحد خلف المصور قاعد اعلمهم شوفوا يا وش قال شلهوب يوم يرسل جروب يا اولادي يا اولادي يا اولادي ولا يا احبابي يا لا يا ابنائي يا ابنائي يا ابنائي شوفوا يا ابنائي اطر شلهوب ترى عنده اختبارات ادعوا له الله يوفقه طبعا هم قاعد يتعلمون منك اي اتوقع من اغلاط في حياتهم هذه انت صمت ماكل الحين هذه دجاجه متبله ابدخلها الحين القدر كيف انت تدخلها اشوف كيف ادخلها وش بتسوي اول شيء لا اقطع تقطع خطا تقطع كذا وتطلعها صح؟ لا 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 شوف طالع وش اذا كنت تبي تطلعها تقص كذا ليش؟ قل ليش؟
ليش؟ علشان البهارات ما تطلع. الحين اللي يقص كذا يطلعها البهارات تطلع. طب وش اسم المقطع في اليوتيوب اللي شفته؟ ارسل لك اياه. واضح. كت كت ما يقص كت كت. وال كذا دقيقة. واضح انت من المقطع. لا شوف تقصيت الدجاجة معها. انت بتقص الدجاجة؟ قص الدجاجة. انت قلت القطاس معليش. الدجاجة والقطاس كلها. طبعا انا ليش كنت اقص الدجاجة؟ لان كنت لحالي. الحين قصيتها متعود. تعرف؟ كيف متعود؟ كنت لحالي اقص. وسيم يا حبيبي كذا انت ما حط القطاس بالكامل. ما راح منك ولا شيء من بهارات. طبعا الموية اللي كانت بالرز خلاص نكبها عشان نحط الرز في القدر. نزل الرز ما شاء الله تبارك الله. لو حطينا 5 بيالات رز الحين نحط 5 بيالات موية. خلاص الحين تقفل. الى الان ما شغلنا ترى. تشغل. حلو. شوف ايش يطلع لك هنا. على طول تحط دجاج. وبس الحين نسوي القهوة طال عمرك ويجهز. الله 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 ما لنا ما لنا سوى الله. الله 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 ما لنا ما لنا سوى الله. كلما شوف اذا جبت 5 اشياء لك هدية تستاهل. تستاهل. بسم الله. بدأ الحين ولا ما بدأ؟ دقيقة واحد. ايه. شيء يطير كذا وفي ناس يكرونه بس اعوذ بالله. مو هو بزين. جراد. روح. انت اسم ابوي بس الله يغفر له يرحمه. فهد. الله يرحمه. صغير كذا. ذبان. روح. هذه 4. ثلاثة عشان نكون صادق. يلا. 3. ايه. طير كبير. صقر. لا. نسر. روح. بقى واحدة بس. هذه اخر واحدة. اي. شو اسمه. لا تأخر. قبطة طويلة. زرافة. لا. الا. لا شيء اشرح كويس. دقيقة. يصير دايم يعني جوا البيت. وش اللي جوا البيت ده؟ يلا بسرعة. قبطة طويلة جوا البيت. ذبانة. لا مو ذبانة. افعى. لا. وش؟ انتهى الوقت. سهل انت. ما جبتها يا اخي. وحيد تقارن وتقول لي جوا البيت ووقبته طويله. ما تذكر المقطع اللي شفناه اللي بيتهم كبير حاطينه داخل البيت اللي ورناك. وش هو ذا؟ وحيد القرن اللي كان كذا كبير. ما تذكره المقطع اللي شفناه؟ لا ما اذكر. انا اذكر انه في كذا سوينا كذا. اي خسرت. تلعب علي صح؟ لا. شف جبت هديه من المخزن. حلو؟ والله في هدية. وشو؟ هنا في هدية. إذا الحين جبت 5 تاخذ الهدية. في كرتون مغبر كذا. جديد ما بجديد هذي؟ لا أنا دخلته بكرتون. هي هدية دخلته بكرتون. طيب يلا. وشو؟ روح. بكيفي؟ يلا. الحين 3 2. مستهبل؟ واحد. لا ماني مستهبل. يلا. إذا نجحها وش ياخذون؟ شهادة؟ شهادة روح. شيء تشربه بداية اليوم. تشربه حليب. روح. كان يقول تشبه. إذا أكل ما أكله أمس جيت تبي تأكله وش تبي تسوي فيه؟ تسخنه. تسخين. يا سلام. إذا جيت تبي يعني بتكلم واحد وش تسوي؟ بس هو بعيد عنك. بعده. أنت. وش أنا؟ مكتوب واحد. مجنون. مجنون روح. عرفت نفسي.
شيء بالمحادثه بالواتساب بسرعه. شات لا رساله ايش؟ فيس رسالة ايش بسرعة؟ دايركت خاص. لا رسالة وشو؟ بسرعة. فلوس. رسالة وشو؟ رسالة صوتية. طب كمل لسه. لا انتهى الوقت بالله. رسالة صوتية راحت عليك. كنت لحظة كنت تبي تاخذ. خل... غلط منك انت. خلني بوريك كنت تبي تاخذ. شف يا حبيبي. أوه. بس خلاص راحت عليك. مكتوب مريا يعني حق المطبخ. اي مريلا انا ابيك بلعب ما تلعب. لا ما شف انت شيف. انت شيف جاهز خلاص سابقا. بتغطي لا الحين انت. لا انا شيف. هذه في فرع ثاني تعتبر شهاده منه انه صرت شيف. صحيح. يعني انا خلاص من زمان شهاده بالجوال. طيب في محاوله ثالثه؟ في محاوله ثالثه؟ لا واقول لك شيء جهز وترك مثل ما اكل. انا فوق التقييم اصلا ما احتاج شهادة. نجهز الاكل نسوي كذا عشان يطلع. نقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الان ناخذ الدجاج ونحمره. كيف تخلي الدجاجة تصير شواية؟ هنا يا حبيبي هنا الكلام الكبير كله. الحين طال عمرك تدخل وتحط دجاج وبسم الله. شوفوا كيف ما شاء الله طبعا توها ما خلصت لكن شوفوا كيف تحمرت وباقي زيادة. شوفوا 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 ما شاء الله تبارك الله. مع ناظر ها شوفوا معي كيف مقمر وشيش. شوف اول ما تشيل هذه صور هنا شوف كيف على طول تنقطع. جاهزين؟ ما شاء الله ما شاء الله عم تقرمش.